أنشأت الرؤية العالمية مختبر لفحص مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المكررة بمنطقة البقاع بالفرزول. تم تجهيز هذا المختبر بكافة المعدات اللي نحن بحاجة لها لفحص هالنوعين من المياه. الرؤية العالمية بتشتغل بمشاريع خاصة بتوزيع مياه الشرب للنازحين السوريين بمنطقة البقاع، كما أنه بتشتغل بمشاريع لدعم مؤسسة مياه لبنان، خاصة مؤسسات المياه بمنطقة البقاع. بالفترة الماضية وبسبب انتشار أمراض الووتر بورن ديزيز، أي الأمراض اللي ناتجة عن المياه ومنها مرض الكوليرا، صار في إذا بدنا نقول ضغط على المختبرات بالنسبة لعدد الفحوصات والوقت اللي لازم تطلع فيه فحص الماء إذا كانت خالية من أي أشكال من أشكال التلوث أو البكتيريا المضرة. مشان هيك هون بتجي أهمية هالمختبر اللي يسرع عملية فحص المياه، إن كان مياه الشرب اللي عم تتوزع على النازحين السوريين أو مياه الشرب اللي عم تتوزع على السكان اللبنانية الموجودين اللي عايشين بالمناطق وخاصة كمان بالبقاع، لتكون مياه سليمة ونتفادى أي انتشار للأمراض. كما بالنسبة لمياه الصرف الصحي اللي هي عم تتكرر، إن كان بمحطات التكرير الكبيرة اللي بتملكها أو اللي مستلم الإدارة تبعها مؤسسة المياه البقاع أو المحطات التكرير الموجودة عند النازحين السوريين، كمان هذا المختبر بيفيد لفحص هذه المياه.